حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج جالي الكويت. هذا البرنامج اللي نستضيف فيه نخبة من المجتمع الكويتي، فنانين، سياسيين، كافة المجتمع الكويتي راح يكونوا ويانا في هذه النافذة عبر قناة الأولى تلفزيون دولة الكويت. بداية أمسي عليكم ومسي على زميلتي لولو. مساء الخير. مساء الخير محمد، مساء الخير مشاهدينا. اليوم عندنا خبر خلينا نقول حصري أو جميل في ليالي الكويت عن فنانة غائبة عن الحوارات وغائبة عن التلفزيون. من الفنانة اللي غائبة عن الحوارات وغائبة عن اللقاءات يا لولو؟ احنا اليوم في ليالي الكويت راح نعرف شنو السبب اللي خلاها تغيب. الخبر يقول ان الفنانة الجميلة اللي كل فينا حبها صغير وكبير، فنانة لمياء طارق، اقتحمت عالم الأزياء وبقوة. اقتحمت يا ظلمة مرة واحدة. اقتحمت. مساء الخير. مساء النور. نوير حياك، الله منورتنا. الله يحييك. اقتحمتي عشان شي غايبة؟ حرام عليك. لا ما اقتحمت. اقتحمت كلمة كبيرة وايد. مع هالأناقة أكيد مقتحمة عالم الأزياء وبقوة. أنا مصرة إنه بقوة. حياك الله الفنانتنا لمياء طارق. الله يحييك حبيبتي، مشكورة. احنا مقدرين أول شيء وشاكرين لك، لأن رغم ارتباطاتك يعني حضرتي ويانا وقبلت الدعوة. يشرفني ويسعدني ان انا بكون موجوده معاكم في ليالي الكويت، ومساء الخير تلفزيون دوله الكويت، ومساء الخير ليالي الكويت. عسى الله يقويك منورتنا. اكيد هذه الاناقه من تخصص الازياء اللي انت ماسكه فيه وشغاله شغاله. نعم، هذه الاناقه طبعا من عاليه لسهيم شريكتي، بس هي ماخذه ستايل الكريستال والاعراس والاشياء الثقيله. انا خطي الاقطان، القطن، الاشياء البسيطه، لان للحين توني في اطار الفن. كلها في اطار الفن طبعًا. التصميم والازياء والاناقه اللي انت فيها اليوم كلها ما خرجتي عن نطاق الفن، نطاق الجمال. هذا اللي اليوم بنتكلم فيه مع مشاهدينا في ليالي الكويت، بنعرف اكثر معك لمياء. اكيد احنا عسى الله يوفقك في شغلك وفي البزنس مالك الخاص بك انت وزميلتك، لكن هذا ما يشفع لك انك تغيبين كلقاءات وحوارات اعلاميه عن الصحافه او الاعلام يا استاذه لمياء. اغيب يعني من اولها كذي اغيب؟ محمد بادي باتهامات على طول. شلت قاسم والمعد في من اولها يا لهوي. احنا اقول لك شغله، بنكون في احلى لقاء جميل مع فنانه جميله الكل حبها لمياء طارق، في حوار موسع وفي اسئله قويه 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 ان شاء الله. قويه. ودنا نسالك رايك بالفنانه نوال. نوال الكويتيه يعني اكيد يعني هرم من الاهرامات، ام حنين، صوت، احساس، تينن يعني باختصار. احنا بنقدم لك وقفه موسيقيه، وصله موسيقيه للفنانه مع فرقتنا في ليالي الكويت ان شاء الله، وبنطلع احلى تقرير للفنانه الجميله نوال الكويتيه، ولكن بعد ما نسمع من الفرقه. ورجعنا لكم مشاهدينا مع فنانتنا المحبوبه لمياء طارق. حياك الله في ليالي الكويت، وبيكون لنا معاك حوار مطول. حبيبتي الله يحييك، وانا سعيده ان اكون موجوده معكم اليوم في ليالي الكويت، معك ومع محمد ومع كل الموجودين في الاستديو. فنانتنا لمياء طارق، كل هالحضور الجميل وكل هالاناقه وكل هالحضور، ليش مختفيه؟ هو مو مختفيه وايد يعني، هاي ثاني مره اسمعها منكم اليوم مختفيه. مو اختفاء بس يعني ابي اركز شويه في خط الازياء، وعندي ترى عندي عمل يعني حاليا، بس ما اقدر طبعا اصرح عنه. ليش ما تقدرين؟ شروط العقد ان ما تقدر انت تقول شنو العمل، متى بينعرض، لان بعد يعني شروط امنيه شروط امنيه للمنتج، فما نقدر احنا نصرح كفنانين الا لما مثلا ينتهي العمل ويكون في المونتاج، هني نقدر نتكلم عنه. حلو، كلام جميل. احنا اللي نقصده بهذا السؤال ان انت مختفيه عن اللقاءات الصحفيه، اللقاءات التلفزيونيه. صح. انت اعمالك ما شاء الله موجوده، وانت قريبه من الناس من خلال ظهورك عبر الدراما الخليجيه ان صح القول، لكن لقاءات التلفزيون الصعيد الاعلامي وينك فيه؟ صح، انا مختفيه عن الحوارات التلفزيونيه واللقاءات، لان ما احب اظهر لمجرد الظهور. يعني عندي عمل تلفزيوني بطلع أتكلم، عندي مثلا برنامج بطلع أتكلم، لكن ما أحب مثلا على الفاضي وعلى المليان أكون متواجدة لمجرد التواجد. فالحين علشان عندي يعني شيء جديد في حياتي، أكيد طبعا ما بيدخل على ليالي الكويت، وتستاهلون كل خير. يعني مشاهدين ليالي الكويت اكيد يستاهلون. وافقتي تجينا اليوم ليالي الكويت بهاللقاء التلفزيوني، اكيد سعيدين جدا معك، لكن قلتي في شيء جديد، شنو الجديد اللي بتصرحين عنه اليوم في ليالي الكويت؟ طبعا ما تركت الفن ولا اعتزلت، لكن بيكون لي ان شاء الله خط ازياء باسمي راح ينزل في السوق قريب على الصيف، مع شريكتي وصديقتي واختي ومصممه عاليه لسهيم، اللي اليوم انا ازيائي منها.
أنا الخط يعني شيء يمثلني، مثل شخصيتي، وهي طبعا تساعدني في اختيار التصاميم. أنا ما أفهم وايد في الخامات، يعني ما درستها ولا أفهم فيها. طبعا لكل أحد يعني مثلا تخصصها أو مجالها، هي تفهم مني أكثر في هالأشياء. بتساعدني في اختيار مثلا القصات، الألوان، الموضة. فإن شاء الله الكوليكشن راح يكون جاهز على الصيف. علشان كذي قبل شوي زعلتي بالمقدمة، قلتي أنا ما اقتحمت. اقتحمتي كابلسان تقولين؟ هو مش اقتحام، يعني أي بنت تحب تلبس، تحب تكون جميلة، يكون يعني هو مش اقتحام. وأنا بطبعي كلامية الحمد لله، يعني من صغري أحب الفاشن، أحب الأزياء، ولكن ما درستها. يعني ما أكون مثلا يعني مثلا ما أقدر اقتحم مثلا لولو مثلا، ما شاء الله عليها، يعني يعني هي لها باع أكثر مني في هالأمور، لكن أنا اللي على قدي. لا شيء اللي على قدي. كل سيدة ذوقي من داخلها. بالضبط. أكيد كل بالضبط. سيدة وكل امرأة. أنت قبل شوي قاعد نشوف مع المشاهدين أن حتى حابة تعرضين اللبس اللي أنت تلبسينه، تعرضينه مو بس تصممينه. بالضبط. أنا يعني أحب، لأن القطعة أنا أكون حاسة فيها، يعني مثلا عالية لما تسوي القطعة شايفتني أنا لابستها أول شيء، فتمثلني، فأحب ليش لا. يعني فنشوفه مع المشاهدين. هذا بتعاون مع زميلتك صح؟ أنا وعالية السهيم، وكان إعلان حق مجوهرات. تسمحين لنا نوجه لها تحية الأستاذة عالية؟ طبعا عالية السهيم هذا كله شغلها. هذا بعد نفنوف العرس. عالية السهيم يعني مش بس كزميلة، هي صديقة وأخت. الفكرة جتنا كنا مسافرين لندن توا، ف كله لما يعني هي تشوفني لما اروح اشتري مثلا كله اقطان. انا ما اعرف مثلا شغل الثقيل شوارفسكي، مش ما اعرف، لا ما افهم فيه، يعني ما اعرف مثلا الخامه هذه شيفون، او ما افهم في الامور هذه. فهي تقولي لمية انت ما شاء الله عليك وايد يعني حب الاقطان، فليش ما هي اللي عرضت علي، فحبيت الفكره، فليش لا. في تقارب بالذوق مع ان الاختلاف نقدر نقول الخط. صديقات. عشان كذي الفنانة لمياء طارق يعني نجاحات كثيرة قدمتها، وبمسيرة من الدراما 20 عام ما شفنا لمياء طارق في بطولة، هذا شيء ضايقك ولا بطولة؟ لا يعني أنا خذيت بطولة مطلقة. هو ما في عمل بطولة مطلقة إلا للأهرامات اللي موجودين على الساحة، يعني فسويت بطولات جماعية، يعني بطولات جماعية أنا فخورة فيها، بطولات نسائية، بطولات يعني زوارة خميس، روحة اليمن، ما شاء الله يعني المسلسل كان فيه نجوم كثيرة، يعني فما نقدر ما أقدر أنا أشيل القصة كذي. القصة تقول لك تبي أكثر من بطل، تبي أكثر من بطلة، فيمكن يعني العرض ما تقدر تشيل بطولة مطلقة. هذا بلسانك تقولين مش ما أقدر. لا ليش تدي ليش تدي من أولها تقدر تسوي فيني؟ لا بس أقول هذا من كلامك، يعني تقولين هو مش يعني مو أقدر، بس إنه ما نعرض علي إن أشيل بطولة مطلقة، مع العلم إن أنا أول ما مثلت القرار الأخير نوال. وأنا كنت نوال. إيه؟ إذا بنتكلم، إذا بحمل اسم المسلسل مثلا أو اسم التمثيلية بطولة. إيه؟ ولا وحتى بدايتك في القرار الأخير كان من بداياتك، يعني من أول السنين اللي بديت فيها بالتمثيل. بالضبط. كان مع عمالقة. صح. وهذا مقدارك ما شاء الله. حبيبتي يعني مشكورة. شنو تعلمتي من العمالقة؟ مثال فنانة سعاد عبد الله، أم نروح تلينا، أم طلال، يعني مثلت معها وايد أعمال، في بعد الشتات، زوارة خميس، بقدر ما تحمله النفوس. شنو تعلمتي من هالعمالقة هالأسامي الكبيرة؟ يعني ولا قصور في أي أحد فيهم، بس أم طلال تحديدا غير. يعني أم طلال أم فعلا، أمنا في التصوير. مو بس أنا أتكلم وأقول هالكلام، يعني يبي أي ممثلة خل تقعد على هالكرسي وتقول لك شنو أم طلال في اللوكيشن. تحب الفنانة، يعني توجهها، تدلعنا، ما ترضى علينا إذا منتج مزعلنا أو شيء. يعني هذا شيء صار معي أنا شخصيا، ما ترضى أبدا ولا تقبل إن أحد يغثنا أو يزعلنا. صج أم طلال يعني هرم، يعني ونعم فيها والله يطول بعمرها. ونوجه لها تحية أم طلال، مساك الله بالخير. نوجه لها تحية أكيد بلا شك. ولكن انتقلتي بعد هذا إلى عمل زمن الإسكافي مع العملاق عبد الحسين بن رضا، نوجه لها تحية، العم أبو عدنان. يقولون انها باللوكيشن يكون حازم بعدنان الله يعطيه الصحه والعافيه. في موقف تذكرينه صار بين لمياء طارق بالعكس، بس اكثر شيء اذكره لانه كان وايد قديم العمل، ترى ثاني مسلسل لي نوال، بعدين زمن الاسكافي، بعدين القرار الاخير. زمن الاسكافي بعدنان، والله اتذكر كان لا مثلي كذي، لا قولي الجمله كذي، اب
يعني ما كان أنا الفنان الكبير، لا لا لا، يتعاملون ترى مع المبتدئين يعني بقلب ويعني سعة بال فعلا فعلا. يعني هالعمالقة مو قاعدين نشوفها في جيل الموجود، طبعا يعني فيه وفيه يعني أكيد حلو. بس ما يتعوضون، حلو ما يتعوضون. يمكن الحين محمد نبي نتقمص في ليالي الكويت دور زميلنا عبد الله الطراح، اكيد نتقمص دوره في فقره اتهامات حسرتي. ليش كذي؟ يتينا بليالي الكويت خلينا نقول اعترافات. ترى قلت الحمد لله ان اليوم محمد ولولو. لا بس عبد الله نوجه له تحيه، واليوم احنا ماخذين دوره. طيب نمون عليه. اكيد اكيد طبعا ننام فيك وفيك. لمياء طارق، يعني فيما في يعني اللي ذكرتيه في الصحف ان انت بعيده عن عالم التجميل، رغم قاعد نشوف الحين انت يعني احس انه في تجميل، انا ما اعرف بالسوالف هذه، لكن هل لمياء طارق لجأت للتجميل او لا؟ وبعدين معكم لا عمليات تجميل معكم. عمليات ما سويت عمليات. انت ما تطق ابر؟ انا اطق ابر؟ اي لا ما وين اطق ابر؟ يعني ما شيء اسمه ابر اصلا. بالعكس انا اروح عياده تجميل اغلب روادها شباب. الحين التجميل الحين سنة 2017 مو نفس التسعينات، الحين غير، الحين الشابي بيشوف نفسه أنيق وهانسم، لا حال حال البنت بالضبط. كعمليات أنا ما سويت عمليات أبدا في وجهي. إبر إبر لترفع الخشم، إبرة فيلر، إبرة بوتي، يعني الحين الوقت تغير، فصرت اليوم أبي خشمي مرفوع، باكر أبي خشمي مسحوب، كله بالابر. ترى ما في الحين شيء اسمه عمليات، يعني عمليات لا ابر. محمد في هالامور احنا نفقه بالضبط بالضبط فعلا. ترى فعلا الحين تجميل صار ابر. انت تشوفينه كذي؟ يعني انا بالنسبه لي انا يعني احب اجرب لان امل، انا انسانه ملوله، يعني اليوم ابي كذي طريقه خشمي، ابي كذي طريقه الحنش، باكر ابي اغير هالمنطلق. يعني انه ما يكون شيء بيرمننت بالضبط او دائم. الدائم لا مستحيل، اصلا مو زين لا على الصحه، واحنا كفنانين وكذي يمكن يغير ملامح تحتاج يعني تعبرين بالضبط. انا في مسلسل مسلسلات اتذكر اضطريت ان انا اسوي حنش شويه اكبر علشان متحجبه ايه، عشان يبين ان شكلها غير. فتخيل يعني انا مليت منه ما في شهرين وشلته ابره. زين ما حاولتي ترفضين ان تقدمين عمل وانت محجبه وانت انسانه مثلا متعارف عنك انك جميله وانيقه وبطلاله حلوه؟ لا بالعكس، هو مسلسل طبعا في امل مو بس محجبه، هي كانت محجبه ويعني ومالها في الاناقه ولا في اللبس ولا في الموضه نهائيا. انا ممثله في النهايه، ادي كل الادوار، لما اشوف ان المسلسل او الدور يتطلب مني هالشيء راح اديه بكل رحابه صدر. يعني بالعكس يعني يمكن الحين احنا للحين في فقره الاعترافات، هاي اعترافات للحين الله يستر. الوسط الفني مليان بالغيره وهذا شيء معروف يعني في كثير من الاوساط، لكن خصيصا الوسط الفني، شلون انضرت لمياء طارق من هالوسط؟ انضريت كشيء مباشر من الغيره؟ لا ما صار ان انا انضريت كشيء مباشر، بس اسمع ترى فلان يغار فلان تغار لكن شيء مباشر ما حاشني شيء. انا متصالحه مع الكل واحب الكل وما عندي مشكله مع ولا اي احد، حتى لو احد يبي يختلق مشكله معاي اتغاضى عنه. بس تسمعين قاعد تقولين؟ قاعد اسمع بس اني ما يعني ما اخذ موقف ولا اخذ اجراء ولا اخذ موقف. بالعكس انا اشوف ان الغيره موجوده في كل مكان، مو بس الوسط الفني، أسوأ حتى في البيت. أسوأ نقد سمعتي؟ أسوأ نقد؟ أسوأ نقد النقد اللي يكون فيه غلط، اللي يكون فيه سب أثر فيك؟ أكيد، لأن أنت مو قاعد مثلا تقول والله شعرها والله تمثيلها، لا أنت قاعد تقول هي أهلها أصلها فصل. هذا النقد يعني لا تربينا عليه ولا تأقلق، يعني بعيد عني تماما عن شخصيتي، هذا سيء في حد ذاته ولكن ما يأثر فيني. إيه عشان شيء أقول إن مثلا فنانة يعني مثل لمياء طارق تجاوزت هذه المرحلة يأثر أي تعبير ثاني، أنا عارفة ردود الفعل وعقولها وانت اكيد ارفع من هالشيء اكيد. يعني اكيد ما راح ارد، لكن انه ياثر، ممكن ياثر على اهلي، ممكن ياثر على الوالده اذا تسمع، بس ان انا لا خلاص. فالنقد استفدتي منه؟ لما احد يقول لي مثلا ما بكيتي عدل في هالدور، وايد هذه انا اسمعها. النقد البناء يعني. النقد البناء انه لا صدق اقول حق المخرج خليني ابكي. اتصرف، لا يعني لا تستانس بدمعه وخلاص. في مخرجين ترى يشوفك على الطبيعه احساس دمعه نزلت خلاص الجمهور يبي لا بكي يبي مناحه، هذا يعني حاطه في الحسبان اذا ان شاء الله في دور راح
عاد لمياء طارق معروف انها تمثل بضمير ادوارها بالضبط. أيوة بس التمثيل مدارس يعني، في مخرج يقول لك عط الدور اوفر، في مخرج يقول لك لا بنظره خلاص، فبالنهايه الجمهور يعني رضاء غير لا تدرك. قدمتي الوان مختلفه، قدمتي للدراما، قدمتي الكوميدي، وقدمتي كثير من الاعمال. الحين عقب فقره الاعترافات بنلطف الجو حق ليالي الكويت، وبنطلع موهبه ثانيه هم في اطار الفن عند فنانتنا لمياء طارق. نبي اغنيه. اغنيه؟ لا مو اغنيه، مو كذي. لا شنو هذا؟ اسمحي لي الغاليه لا تحرمينا. احرمك شنو؟ ميراث؟ نبي تغنين عشان خاطر زميلتنا لولو. جمهور ليالي الكويت. جمهور ليالي الكويت. بسيطه، اغنيه بسيطه. اغنيه. زين. ارجوك. حرام عليكم. لا شنو بناصر حتى اسمع. صوتك حلو اول شيء. صوت ما اعرف. لا اكيد حلو، اكيد الناس راح الحين راح يسكرون الخانه. احنا قدرنا نسمع ورده اليوم بعد نتشرف. يا ورده ورده يعني. يب. وعملتي؟ وعملتي؟ وعملتوا فيا ايه؟ يلا حاضر ورده ورده. وعملتي فينا سنين، عملتي فينا سنين، فرقتنا لا غيرتنا لا لا لا، ولا دوبت فينا الحنين. ايه السنين للزمان ترتنا، ولا المكان قدروا يخلوا حبنا ترى ده يبقى كان. الزمان الزمان وبحبك ترى، والله بحبك ساعدوني الله يخليكم. والله بحبك قد العيون السود، أحبكم تررر وانت عارف. حرام عليكم. يعطيك العافية. الله يعطيك العافية، صراحة الصوت حلو. صوت جميل. وجاملتينا اليوم في ليالي الكويت، واضطريتي ان تجاملين وتغنين لنا. قال لي عشان خاطر لولو. الله يسلمك. زين، انتقلتي من التمثيل إلى عالم الأزياء، نقدر نقول لمياء طارق ممكن تنتقل إلى الغناء؟ بعد صوتك، صوتك جميل والله، صوتك حلو. لا ما ادري، ما ادري. احنا لايف قاعد نسمع، والمشاهدين اكيد يسمعوا. ما ادري، ما اعرف يعني. الفكره مرفوضه بتاتا من لمياء طارق ولا مش مرفوضه؟ بس ما فكرت فيها يعني، شيء ما فكرت فيه. ما ادري، ما افهم في المقامات والالات يعني بصراحه. اعطي الخباز خبزه يعني. مثل ما اقتحمتي عالم الازياء والاناقه كذا، اقتحم الغناء. بس ما اقتحمته يعني على طول. لا معاي، لو معاليه مو معاي وتساعدني. انا ما افهم، توني قاعد اقول لكم يعني، ما افهم في اسم الخامات ولا الكريستالات. متواضعه حبيبتي. يعني افهم في، يعني مثلا افهم في التصوير، مثلا افهم الكاميرا هذه كذي، التصوير هذا كذي، شيء درسته افهم فيه. بس اللي ما تفهمش فيه ما تخشش فيه. احنا ليش قلنا كذي؟ انقلاب. طاح الشر. انقلاب. بس ليش قلنا كذي؟ لان قاعد نشوف تنقلات بمسيره الفنانه لمياء طارق من خلال التمثيل الى تقديم البرامج التلفزيونيه الى الازياء، عشان كذي شفعتنا ان نقول ممكن من يوم من الايام تغنين. لا مو لهالدرجه، حرام عليكم. لا مو لهالدرجه. زين، لو قلت لك صيري انت مقدمه برنامج الليله او ليالي الكويت وسيلي لولو. اي ممكن. يلا. هذه ممكن. مقدمه برامج. أي ممثله. لا محمد، لا سالي محمد. عاد صدق في سؤال خاطري اسالك اياه. يلا اوكي. طبعا مساء الخير برنامج ريال الكويت، بسال لولو الحين سؤال. لولو ما شاء الله عليك يعني، رحتي امريكا ولندن فاشن ويك، شنو خطوط الموضه
هالسنه 2017؟ انا رجع اسولف معاك برا الهواء كان صار نسيت شلون اكون ضيفه. نسيت شلون اكون يعني قولي لنا شنو خطوط الموضه هالسنه؟ لا والبعد الاداء عندها الاداء. لا انا صراحه الحين اقيم ولا ارد، انا نسيت شلون اكون ضيفه صراحه. يعني خطوط المخطط المربع شنو خطوط الموضه هالسنه؟ خطوط الموضة مثل ما أنت لابسة حبيبتي. شفتي دبلوماسية لازم صح؟ والمذيعة لازم تكون دبلوماسية. إذا وشي ثاني بعد سمعنا أن شانيل يحرقون استكاتهم صج يبون. هذه مثل حقيقة مثل ما نقول صج فعلا فعلا يما خلاص دشوا جو وأنا الظاهر شيء أمشي. لا بسألك فعلا أخوي محمد والله جذبتني صراحة. يعني أنا كنت ناسية شلون أكون ضيفة جذبتيني وهم المذيعة حبيبتي. كانت لك تجارب في التقديم في أي برامج؟ قدمت كإذاعة برنامج اسمه واصل إذاعة الكويت. حلو. قدمت على أكثر من قناة محلية برامج نوعات. حلو. أسماها والله ما تحضرني بس برامج نوعات. يعني لقيتي نفس لم يطار لقيت نفسها في إطار البرامج. هو صح؟ الممثل سهل وايد إنه يصير مذيع سهل لأنه يعني بس الصعب انك تطالع الكاميرا. زين سؤال ايش رايك فيني وانا تهربت من السؤال اللي بتسالني؟ لا راح اسالك لا تحاتي. لا يا محمد انسان ذكي جدا انا اشهد وحاول يتهرب من السؤال اللي كنت بتسالينه ورد عليه. لا الحين بسأله سؤال لان خاطري السؤال هذا من زمان اسالك اياه. تفضلي. محمد انت ما شاء الله عليك وايد قابلت شخصيات مهمه في المجتمع سواء الكويتي او الخليجي، شنو استفدت من هالشخصيات؟ والله العظيم تعلمت شغلة واحدة حقيقة، أن تواضع هذه الشخصيات بالتعامل غير لما نشوفهم في التلفزيون في منصات رسمية بالدولة. لما تلقاهم يعاملك كأخ وصديق من خلال تواضع متواضعين. صح فعلا هذا اللي استفدت منهم حقيقة. والله محمد ناجح كضيف وأمامك الحين مذيعتين. من الشخصيات اللي قابلتهم أي شخصية أثرت فيك؟ الشخصيات اللي أثرت فيني والله وايد ما أقدر أقول، لكن من الشخصيات اللي يعني كان لها وقفة بيني وبين تاريخي المهني العم جاسم الأخرافي رحمة الله عليه. الله يرحمه. أيوة. الله يرحمه. فهذا من الشخصيات. محمد ينفع تمثل بعد ممكن؟ أنا ودي بس أنا تو بسرعة مخرجنا أنا تي أقول كافي. السؤال اللي بقوله لك أستاذة لمياء، شنو أقرب الأعمال من خلال تقديمك لها في مسيرتك في الدراما الخليجية لروحك؟ بصراحة والله كلهم حلوين. لا واحد هذا دبلوماسية ما نبيها. مسلسل وبعد اللي طلع اللي أنا وخالد أمين طلعت فيه كلمة بيبي بيبي بيبي. مسلسل وبعد جدا لأن المخرج خلف لانزي أوجه له تحية. مسلسل كله طعم خاص مذاق خاص. نقدر نكون كان نقلة نوعية للمياء طارق؟ لا أنا قبله يعني مثله وايد كان يعني قبله على طول مثله يوم آخر وبعد الشتات، لكن وبعد كان نقلة نوعية في الدراما لأنه كان قصة حب قصص حب. حلو. فالدراما تفقد كانت قصص الحب ما شاء الله خلف لانزي بلورها ويعني صارت فعلا يعني مثل أسطورة. حلو. قصة الحب بيني وبين خالد أمين. لم يا طارق السينما المصرية هي السينما الأولى عربيا، ما فكرتي تخوضين هالتجربة؟ انعرض علي في السينما المصرية أكثر من عمل، ولكن السكريبت لما قريته سألت المؤلف ينفع نغير؟ قال لي لا ما ينفعش. قلت له ما ينفعش وأنا كمان ما ينفعش. ففي محاذير، أنا انولدت في الكويت وتربيت هني وكبرت هني، ففي محاذير شوية يعني برا الخليج الوطن العربي عندهم انفتاح أكثر من الخليج. ما أقدر يعني ما أقدر أجرح الجمهور الكويتي أو الخليجي بمشهد، ما أقدر ما عندي ماني يرعى وايد زيادة عن اللزوم علشان أخسر الجمهور الخليجي. حلو. لم يا طارق قاعد نشوف لك يعني أعمال مخصصة نقدر نقول موسمية في شهر رمضان الكريم وغيره وعروض تجيلك وايد وأنت قاعد ترفضين، هل هذه نرجسية لم يا طارق؟ نرجسي؟ يعني ما أدري يعني ما هذا تعابير اللي موجودة عندي نرجسية ليه؟ عبد الله للحين متقمص دور عبد الله. أرفض متواضعة يقول ما نرجسية هذا العمل غير متواضعة هي. أرفض لأن العمل يكون حلو ولا قصورا في أي أحد فيه، بس الدور اللي منعرض عليه
ما يناسبني، أو لما أوافق مثلا الرقابة مثلا تكون رافضتها، وين يضطرون يصورون في دول الخليج، ما يكون عندي وقت إن أنا أسافر شهرين وثلاثة برا الكويت، أكون مشغولة مثلا مع أهلي مع عالية قاعدين نختار. فهذا السبب بالآخر سنة ونص تقريبا إن أنا مو قاعدة أطلع في المسلسلات في رمضان تحديدا، لأن الظروف مو قاعدة تساعد. فبس هذا هو باختصار جدا، باختصار وبكل صراحة. حابين نعرف رأيك بالمسلسلات المصرية، نبي عمل مصري تأثرتي فيه فعلا. عمل مصري مسلسل خلينا نقول، والله كل المسلسلات يعني أثر في لمياء طارق، أثر فيني مش مصري، مسلسل لبناني اللي لبناني. هو نسيت اسمه اللي مال نادين نجيب العام في رمضان عرض، حي ما يحضرني اسمه، قاسم ذكرني اسم المسلسل شنو، يقول لكم تقولوا لي. لا هي قدمت كثير، اللي هو نص يوم. نص يوم، نص يوم تمثيلا اداء فظيع، مسلسل فظيع. وافراح القبه مال منى زكي، ولكن افراح القبه كان يا نجيب محفوظ مش للمشاهد العادي البسيط، لنخبه معينه من المشاهدين، يعني نخبه نقاد مسلسل افراح القبه. هذين المسلسلين الاثنين صراحه بس مش اثروا فيني، اعجبوني وتابعتهم. كنت تتمنين تكونين وياهم؟ طبعا طبعا. حلو. لمياء طارق معروف عنك انك الانيقه الطيوبه الهاديه، بعيده عن لويه الفن بكل صراحه. على جد هذا المتعارف عن لمياء طارق، بدليل ان انت ما صارت لك وايد مشاكل الحمد لله. الحمد لله. لكن لك مشكله كبيره مع المنتج عامر صباح، شنو هي؟ منو قال لك؟ ما راح اقول منو قال لي. يعني وهكتني زين؟ لا ان شاء الله. مو مشكله كبيره، كان في سوء تفاهم بيننا، والحمد لله يعني ذاب الجليد. شنو؟ ذاب الجليد. الجليد. شفتوا حتى تخربط زين، خربطوني. لا لا. كانت خلاف بسيط والحمد لله انحل، لان انا ما احب يكون لي اي خلاف مع ايا كان في الوسط الفني، ايا كان. ما تملكين الشجاعه تقولين شنو هذا الخلاف؟ ولا اقوله انا؟ لا تقول ليش؟ لا كنا حلوين يا قاسم مخرج. لا قرار لك قاسم اللي قايل لك صح؟ ليش كذي؟ اداء قوي ترى، اداءكم جدا قوي. فما راح تقولين؟ لان خلاص تراضينا، فما يصير يعني نفتح الاوراق القديمه. فنانة لمياء طارق فعلا اتقنتي كثير من الادوار، الادوار الدراميه، ادوار في يوتيوب كان كوميدي واتقنتي، لكن الحين على حضورك ووجودك قدام ذكر زميلي محمد رمضان، ما فكرتي تمثلين شخصيه تاريخيه؟ يشرفني طبعا ان انا امثل، بس انه ما نعرض عليه. انت موخره، مو ما نعرض، ينعرض عليك. انا ادري بهالشيء. لا تاريخيه ما نعرض عليه، لا نعرض عليه مسلسلات ثانيه بس مو تاريخيه. تاريخي، شفنا كثير من فنانات اتجهوا للتمثيل شخصيه تاريخيه. بالعكس يشرفني يعني، وشيء وايد حلو. منو حابه تمثلين؟ حاليا ما فاجأتيني لولو. كل الشخصيات حلوه، شنو انتم حابين تشوفون علي؟ منو اقدر امثل؟ لا تقولوا لي شجره الدول وكليوباترا. منو مثلا؟ اي امراه لها شخصيه رزينه هاديه وكانت اسطوريه، اشوفها تركب تماما على لمياء طارق بصراحه. اسطوريه اكيد. والله لا يعني حاليا ما انعرض علي، بس اكيد ما راح ارفض ولا راح افكر اني ارفض او ما ارفض، اكيد راح اقبل على طول. شخصيه قريبه لك؟ ما يحضرني والله. المراه القويه من التاريخ؟ يمكن انا قويه فما يحضرني يعني، لو تقولوا لي راح اقول لكم ايه تصلح لي او ما تصلح لي. حلو. لمياء طارق في حياتك الخاصه شوي نوخر عن اعمالك والدنيا. اوبا لا لا، صديقاتك منو؟ بس علي سهيم؟ لا يعني صديقات وايد متواصله وياهم ولا؟ اي طبعا. بس مش في الوسط يعني، عالية. ليش موخرة عن الوسط يعني؟ فيهم شيء؟ لا عندي هذيل يعني، احنا نسمى زميلات مش صديقات. كلمة صداقة غير، يمكن لولو معاي في الوسط وعارفة يعني ان الشغل غير، وبرا البنت اللي اطلع معاها وتدخل بيتنا وتشوف اهلي وتشوف ادق تفاصيل حياتي، مش زميلتي ابدا، لا ما يطلق عليها زميلة. صديقتي هذه غير وزميلتي غير.
ما سويتي صداقات في وسط الفيلم؟ ابدا. ليش؟ ابدا. تعال محمد يا ابني. ليش؟ انا يمكن فهمتك كسيده محمد. ليش؟ خليني اقتنع شوي. اقول والله لمياء طارق يعني قاعد نشوف في اصدقاء وزملاء من خلال التواصل الاجتماعي صار كل شيء مكشوف. قاعد نشوف الفنانه الفلانيه مع الفلانه. ما تشوفهم ثاني يوم يتهاوشون؟ في مشاكل تصير. ما تشوف ثاني يوم يتهاوشون ويصير فضايح يعني في مفردات ما. انا بعيد وهذه حياتي ومستحيل اغيرها. الدائره مالتي معروفه. بيتك معروفه. دائرتي وصديقاتي هذيل اغمى. ما حاولت ابدا اي احد يعني يقتحم الدائره هذه او اني اكبرها. خليك على مينونك ليك ليمنه. ما احنا في عمر اللي اتعرف واشوف صديقه جديده. لا 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 اغمى بذاتهم احنا بمشاكلنا بكل شيء. احنا نحب بعض نكره بعض خلاص. متحفظه جدا جدا. هذا الشيء كانت لمياء طارق من البدايه كذي ولا كانت متواصله مع الكل لما طلعت صارت نجمه؟ حرام عليك. ليش انت اليوم تسوي؟ لا لا سؤال مجرد سؤال صدق والله. لا لا انا كذي من البدايه يعني عندي علاقه طيبه مع كل الوسط الفني مو بس في الكويت خليج كله الوطن العربي. ولكن انت قلت صديقه هذه مسمى. منو اكثر فنان تغار من لمياء طارق؟ اتغار؟ اي بصراحه لا ما اعرف. لا تعرفين بس في غارون بس اتغار اكثر واحده. لا ما في اكثر واحده بس في الغيره موجوده. في غارون الرجال ولا النساء؟ لا النساء في الغيره عند الرجال. الريايل موجوده تعتقدين؟ طبعا في غيره عند الريايل. الرجل يغار منك كفنانه؟ مش كفنانة. ممكن يغار مني كمساحة دور نجاحات كنجاح كاسمي محطوط في تتر كهذه الغيرة يعني مش يعني هذه غيرة الرجل. ولكن البنت لا مثلا شكلها شعرها لبسها حياتها غيرة يعني البنت تختلف عن غيرة الريال. لمياء طارق شفافة جدا وتقولين هم يغارون والله هم يغارون. شو نسوي إذا يغارون؟ شو تتعاملين معاهم؟ طنش تعش تنتعش. الله حلو المثل. حلو كلام جميل. لمياء طارق يعني أنت وخرتي عن جو الأصدقاء في إطار الفن. حلو. ولش دائرة معينة في شلليات موجودة في الساحة الفنية؟ في. حلو. أنت مع ولا ضد؟ هذه الشلالية صارت الحين. اي يعني مو من اول ما طلعت انا. شيء جديد دخيل ما ادري بيستمر بيتلاشى الله اعلم. كل 6-7 سووا لهم جروب ويمثلون بس الجمهور قاعد يمل. انا الحين اذا بتكلم كجمهور كبيتنا الناس قاعد تمل. اللي هني هم اللي هني هم اللي هني فما يستمر. لمياء طارق انت تبع اي جروب؟ جروب لمياء طارق. كفو عليك. ندري انك تفضلين اغنية يا وادية تقيل للراحلة سعاد حسني. هذه قولي عشان خاطر محمد. قولي عشان خاطر محمد. لا احنا نبي نلطف الاجواء شوية مع المشاهدين وصوتك كان حلو. اذا تغنون معي؟ نغني معاه. تغني معي محمد موافق؟ انا اتوقع ان حتى الفرقة تنحاش. ننحاش كلنا. صوتك حلو بروحك نبي نسمع. حاضر ان شاء الله. يا ودية تقيل يا ودية تقيل بس مو حافظ الكلمات يعني اي شيء. انت كريمه واحنا نستاهل. حاضر. يا 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 ودية تقيل يا 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 مجنني يا انا بالي طويل وانت عاجبني يا 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 ودية تقيل يا يا ودي يا تقيل يا 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 مجنني يا انا بالي طويل وانت عاجبني يا 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 عشان خاطركم والله. حضورك جميل وصوتك جميل واليوم لقائنا معاك كان جدا جميل. فنانتنا لمياء طارق ما قصرتي معنا ولا مع المشاهدين. طلعنا مواهبك الفنيه في مجال الازياء ومجال الغناء ومجال الفن كله ما يبتعد عن بعضه وكله اتقنتيه. حبيبتي مشكوره تسلمين. انتم جميلين تشوفون كل شيء جميل على فكره. دائما كذي الجميل يشوف كل شيء جميل قدامه. أكيد بلا شك. كنت جميلة ورائعة ونشكرك مرة أخرى على قبولك دعوة أن تكوني معنا في برنامج الكويت وهذا برنامجك. يشرفني. مشكورة أستاذ. يشرفني.
طبعا مشاهدينا الكرام، مثل ما شفتوا كان لقاء جميل مع الفنانة الجميلة اللي الكل حبها لمياء طارق. وننتقل الآن مع فقرة مع عبد الله والزميل عبد الله طراح.